رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فلذلك علينا أن ندعو الناس إلى المعروف وأن ننهاهم عن المنكر، وهذا هو دين الله تبارك وتعالى ودين النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك سار أئمة الإسلام والهدى بالنهي عن المنكرات والدعوة إلى المعروف. فلذلك نحن نواصل ما بنوا أسلافنا. فهذه البلاد مليئة بالمنكرات كما بيّن الإخوان جزاهم الله خيراً. هذه البلاد وفي هذه الجامعات قد ملئت بالباطل والضلال، وأنت مجرد دخولك في هذه الجامعة تجد من يدعو إلى الإسلام وتجد من يدعو إلى غير الإسلام من العلمانيين والشيوعيين والاتحاديين الديمقراطيين وغيرهم من الأحزاب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومنهم من يدعو إلى الإسلام وهو من الإسلام بريء، ومنهم من يدعو إلى الفحش وإلى الفسق، ومنهم من يدعو إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى كالصوفية وغيرهم ممن لف لفهم. فلذلك علينا بيان حال هؤلاء. وكذلك ممن يدعو إلى المعاصي والملاهي، إمتى تخش الجامعة دي بتلقى لك خيمة شغالين فنانين، عرفت، جايب لهم فنان وفنانة زايد دلوكة. وأغرب ما في هذه الجامعات، أغرب شيء والله الذي لا إله غيره، أغرب حاجة إنه الدلوكة ماسكينها الرجال، فهمت؟ ودي ذات حاجة عجيبة مرة واحدة. أنت عارف أن إحنا والله زي ما أبقى لفينا وشفنا البلد دي، لكن دلوكة بدقة راجل والله ما لقيتها إلا في الجامعات، راجل بشنب، فهمت؟ إلى غيره، فهمت كلامي؟ تلقاه ماسك له دلوكة وديك سوسو شغالة بتغني، يعني بدل المرة بتدق الدلوكة ونحن عندنا راي في المرة تدق الدلوكة، تجيب لي راجل يدق لي دلوكة انت، وديل في اخر المطاف تلف تلقاهم شيوعيين والله الذي لا اله غيره، تلقاه شيوعي ولا ديمقراطي انت ولا سجم رماد، انت كلامي؟ ديل ده الشرك بتاعهم والله الذي لا اله غيره. انت قد تكون طالب مسكين داير ترقص ودائر تضطرب، عم يشوف فرفور بوين وندى القلعة بوين وجماعة ديل، لكن يلما فيك واحد يدق فيك مقلب بمزيقة يشغل لك أغنية ويدق لك دلوكة، خلاص انت تكون معجب وتجي تخش معاه وما دايرك ترقص وداير يورطك جوا، يدخلك في حزب ويدخلك في جماعة ويدخلك في مجموعة، وبعدين تتورط وتندم يوم لا ينفع الندم والله الذي لا إله غيره. فانت خليك زول حصيف، خليك زول بتفهم البلد دي، ما في زول داك لي خيمه ما عشانك انت ولا عشان مصلحتك. ديل يدعوك لحزب
وديل يدعوك لطريقتهم وديل يدعوك للانتساب والدفاع عن فكرهم الباطل المنحرف عن الكتاب والسنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه المنابر ندعوك إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح. ده دي الدعوة بتاعتنا في المنابر دي. عشان كده بنحارب كل الجماعة اللي قاعدين الليلة، صوفية، إخوان مسلمين، حزب تحرير، كلهم ضالين منحرفين عن صراط الله تبارك وتعالى. ودي الكتب قاعدة، دي الكتب بتاعت الصوفية. انت قايل الصوفية في البلد دي كانوا شغالين شنو يعني؟ ما كتبوا كتب، كتبوا كتب زي البرعي ميمتا وعبد المحمود نور الدين وحسن الفاتح قريب الله فهمت، والبرهانية عبد ما عارف محمد عبد البرهاني والختمية فهمت، ديل كتبوا كتب ونشروها بين الناس. انت قال الصوفية، هسي الناس يقول لك الصوفية ديل ناس كويسين يا مولانا، ديل ناس بيذكروا الله عز وجل، وديل ناس حفظوا القرآن، وديل ناس بيأكلوا الكسرة، ديل ما الصوفية فهمت، ديل عطالة انتسبوا للتصوف. انت كلامي ولو اكلوا الكسرة واكلوا برجر وشاورما انت في النهاية منهج بتاع الشرك وكفر بالله عز وجل. عندهم كتب الان موجودة، كتب بتاع التصوف موجودة، البرع عنده كتاب وعنده كتب، الديوان ليك سلام مني، ديوان رياض الجنة ونور الدجنة سيد هوازن الى غيرها من الدواوين التي ألفها البرعي يدعو فيها الناس إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. قال البرعي إمتى؟ قال إنا بخطب، الكلام ده بنقوله لك في الحلقات دي وفي المنابر دي، بقيت جماعة دي ما بقول لك الكلام ده والله جد. قال إنا بخطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. والبرعي بيتكلم عن شيوخه، قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. دي العقيدة بتاعت البرعي اللي بيدعو لها الناس في البلد دي. قال الشيخ والبنت بعدما أتت وهي أنثى، البنت الواحدة دي مرة يعني أنثى فهمت، الشيخ بيقلبها ولد. والله صحيح. طيب تعال اقلب العطالة البجاي ديل عاملين لنا ازعاج ذاته، تعال قلب البنات في الجامعة يا صوفية. ما في صوفية في الجامعة دي خلاص يعني؟ الصوفية شيخهم البرعي كأكبر دجال من دجاجلة السودان. قال الشيخ بيقلب البيت ولد فهمت، انا عندي 300,000 بيت مارك بالله في راسي ده، فهمت، اللابسة حبيبي شطفني، حبيبي كرفسني، حبيبي عضيني فهمت، ديل انا ما راكبين في راسي، تعال يا برعي اقلبوا لنا اولاد نستفيد منهم، عتالة بتاع اندركشات نستفيد منهم نستفيد. البرعي قال الكلام ده، انت قالوا في سبيستون ولا انا قاعد احجي فيك، حجيتك ما حجيتك، ده كلام البرعي. ودي العقيدة التي دعا عليها البرعي ومات عليها البرعي ويدافع عنها احفاد الطريقة الثمانية الان. دي عقيدة البرعي، الشيخ يقلب البيت ولد. والله صحيح فهمت. قال كان للشيخ يعقوب 6 بنات، في واحد درويش ما نصيح عنده 6 بنات. وقال فجل الشيخ، قال فشكى له عدم الولد الذكر، قال لا يا شيخ انا اولادي ديل 7 بنات داير لي ولد ذكر واحد في نص البنات ديل. عشان تعرف الصوفي ما بيفهم ولا داير يفهم ذاته، الولد بيطلبه من الشيخ، الشيخ اظنه ضارب له سجارة ولا حاجة. قال لا يا يعقوب تقوم تجيب واحدة من هؤلاء البنات إلى صلاة الصبح يوم الجمعة. داك طوالي ساق البيت جابها لأبوك الشيخ، عشان تعرف الصوفية ديل مرض مرضانين وقالين أدب فهمت. قال ساق البيت جاب بيته للشيخ، الشيخ فهمت دار يقلب له ولد. والله يا آخر الزمن تجي تقول لي تكنولوجيا وما عارف ليك، ديل بيقلبوا طوالي. والله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الله خلقه بيت تجي تقلب انت ولد. قال فمر يده عليها، ده البرعي بيحكي عن شيخه،
قال مر يده عليها ما عارف بفوق بتحت ارض جو بالجنبات، المهم ده الدين البرعي. قال فمر يده عليها تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. قال فقلبت ذكرا من حينها، طوال اتقلبت ولد. ونظم هذا الكلام في كتاب ليك سلام مني ليه سلم يا ولد، ده القلب البيت ولد. وهنا قال كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. البيت يقلبها ولد، دي العقائد الآن بتاعت الصوفية. وعند الصوفية، عند الصوفية الشيخ يعلم الغيب، بيعلم الغيب كما قال البرعي ذاته. الليلة برعي بس انت البرعي. قال قوماك نزاور للأولياء الأخطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. البرعي بيعلم الناس سودانيين امتى انه في اولياء وفي بشر يعلموا الغيب مع الله تبارك وتعالى. والله بقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون امتى وما يشعرون ايان يبعثون. ده كلام ربنا تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الله قال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء. ده كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. يجيك الليله صوفي برعي كباشي ولا غيره يدعوك انك تعتقد انه الغيب بعلم الشيخ والجنى بدي والشيخ والمرض. الزول لو عيان عيان مرضان عندك صداع دسنتاريا ملاريا امتى هوس تمشي للشيخ طوالي امتى. زي ما قال البرعي بيتكلم عن الكباشي، كباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي. قال الخلق سهل داول بسهل فهمت انت فهمت الكلام ده. البرعي قال لك لو عندك وجع بطن بدل تشتري فلاجيل وما عارف ليك تمشي للشيخ طوالي، تقول له يا ابويا الشيخ انا عيان وبطني واجعني طوالي الشيخ بديك علاج. والله جد الشيخ بديك علاج بتاع وجع بطن انت تدرس ايكلين المهم يديك علاج. وطيب يا صوفية الان ازرق طيبة ده شيخ من شيوخ الطرق الصوفية من دعاة التصوف في هذه البلاد. الصوفي ازرق طيبة الان مشى اسبانيا قال دارين اعمل له عملية بتاعت عيون ما بشوف يعني. والله صحيح ابوك الشيخ هسي تلقاه شايل على الشيخ وبذكر على الشيخ والله ويسف التراب بتاع الشيخ والمرة بوديه على الشيخ وولد بوديه للشيخ داير يمتحن بجيب القلم بديه للشيخ فهمت. الشيخ الماشي له ده الان ودوه اسبانيا ودوه اسبانيا قال عيان دار يعمل له عمليه بتاعت عيون. والله قال ليه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يا ازرق طيبه الصوفي الان عندها شيوخ بتاع انك مش قلت انت الاولياء بيلحقوا وبيعلموا الغيب وبينفعوا وبضروا اي ازرق طيبه تقول يا البرعي عندي وجع عيون الحقني يا الكباشي عندي وجع عيون الحقني يا الصايم ديما تلحقنا وتفزعنا يا ما عارف ليك ابشرى تلحقنا وتفزعنا. الله قال لك لا يملكون كشف الضر عنكم ما بيقدر بيعالجك ولا تحويله ما بحوله. عايز يقول لهم مش بيكرهوا الوهابيه الصوفيه الان ما مرون علمانيين حزب تحرير حزب اللمة انت جد قول لك دول وهابيه ايوه امش يا ازرق طيبه كورك للبرعي قول له انقل المرض بتاعي ده ودي للوهابيه. الله قال لك ما في طريقه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وده بوريك انه التصوف وحيران الصوفيه الدراويش ناس ما عندهم عقول ما عندهم عقول. العيان بيمشي للشيخ والشيخ بيمشي اسبانيا هسه دي فهمتها انت دي فهمتها. انت لو عيان عيان تركب مواصلات من هنا تمشي لشكينيبا. والله قال يا شكينيبا فيك جمال فيك الطيبه انت حبيبه
بالقرآن الترهيبة والله دي شكينيبة ولا بيرجر انت والله جت قال تمشي شكينيبة لو عيان وأشياء لو عيان بيركب من هنا بيمشي للقبة بتاعت البرعي القبة الجميل معمارة انت لو عيان بيمشي للصائم ديما في مبدل 15 ومبدل الحارة الرابعة والله صحيح الليلة الشيخ ذاته لما يبقى عيان الشيخ بيركب بيمشي إسبانيا وإنت البليتة مش له الشيخ تلقاه عيان منتهي مرة واحدة عنده تايفوت ولا ملاريا ولا سجم رماد انت تلقاه عيان ما دينه دريب لكن ما بوريك انت ما مسكين انت يقول لك تعال عيان هاي تعال تعال جيب البياض اهم حاجة البياض طبعا تديه البياض بعد ذاك يملاك توف 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 ويكتب لك حجبات وباخرات يخشك سعيد انت انت لو بتفهم لو بتفهم الشيخ طالما هو بيمرض وما بيقدر يعالج نفسه من باب اولى انه ما بيقدر بيعالجك انت لكن للاسف للاسف الليله الطلبه جايين من مجتمعات من الجزيره ومن غرب السودان ومن شرق السودان ومن شمال السودان كل هذه الاماكن مليئه بهذه العقائد والا يكون ذول داري غالط مساجد يقول لك لا ما في صوفيه وما في عقائد زي دي في المجتمع وما في ذول بيصدق الكلام ده منو قال لك منو قال لك لسه في ناس بيعتقدوا انه الشيوخ بينزلوا المطر ولسه في ناس بيعتقدوا انه الشيخ بيحوط له الزراعه الشيخ عندك زراعه عندك زراعه توديها للشيخ تمشي للشيخ ابو الشيخ الزراعه دي مطر ما فيها الشيخ بيقول لك والله تدفع 3 مليون انا بنزل لك مطر مره في الدويم الدويم القريبه دي واحدين من اخواننا مشوا الدويم دعوه اللي يقول لك الجماعه عاملين شكله في الجامع في فكي قال لهم انا بنزل لكم المطر ادى القروش مقدم والمطر 40 يوم ما نزلت فهمت 40 يوم مطر ما نزلت الجماعه بيشاكلوا مع الشيخ المطر ويني ما في القروش ويني الشكل مدوره القروش المطر المطر القروش اخواننا جت كلموا الروم قال لهم المطر دي بنزلها الله عز وجل فدي لا موجوده في المجتمع بجايه وتحسونا في الجزيره قل من ياتي من تلك البقاع ولا يعتقد في هؤلاء الرمم وهؤلاء الذين يسمون بالشيوخ ديل الآن قاعدين مجتمعات زي دي دي الكتب حقتهم ده كتاب اسمه الفيوضات الربانية ده انت عارف من هنا وجهنم ترانسيت ولا يمين ولا شمال استوب سايد ماف والله الذي لا إله غير كتاب اسمه الفيوضات الربانية داير تخش جهنم أنا بكلمك ولا تبقى شيوعي ولا طيب ولا تبقى مع العطالة اللي بيمزقوا بيجايدل ولا تخلط ما عارف ليك حبيتك وحبيتيني انت ده العطالة كمان قاعدين بجاي في شلة بتاعت ما عارف اولاد ميكي واولاد ما كده جايك ليه ما نصبر لي انت قال الفيوضات الربانية ما بنخليهنا احنا شغلنا هنا كالشيعة اما تاني ما بنلقاك انا القاك وين تاني في الجامع ما بلقاك القاك وين يعني ما بلقاك الا في الاحتياط الزي دي تجي مخرم بجاي بوريك الحاصل انت الفيوضات الربانية ده بتاع الصوفية والله جد ما بتاع ابو جهل ابو جهل الكلام ده لو قراه بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله انت في المآثر والاوراد القادريه ده تشتريه من الدار السودانيه للكتب انت بيتكلم جوا هنا قاعدين جوا الجامعه هنا ديل قاعدين جوا هنا طيب بيتكلم هنا قال ذراعي من فوق السماوات كلها خليه خليه ذراعي من فوق السماوات كلها بس ما مصدق تعال هذا كتاب ابوك الشيخ تقراه عشان تعرف الكفر الله خلقه كفر زي ده ما بلاقي كله كله والله تقرا الانجيل الانجيل بتاع متى بتاع مرقس بتاع لوقا يوحنا ما بتلقى الكفر زي بتاع الصوفيه ده قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي فهمت؟ قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبتي أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بتفلتي النار بتاعت إبراهيم عليه السلام الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ده قال طفيت أنا دا
شيخ الطريقه الصوفيه النار مولعه عملها تف طفا. طيب كده ده حالات في لين البلاوي اللي شغاله هنا دي، في ستات شاي شغالات، في بتاعين بنجو شغالين، بتاعين خضراء وحمراء شاشه بندي انت كلهم شغالين، تعال اطفي لنا النار حقتهم دي، توف اطفي السيجاره بتاعته عشان يقد لك عينك يا صوفي انت. تمش تقول انا طفيت النار بتاع ابراهيم وما برد النيران الا بتفلتي، انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا واعطيت داودا حلاوه نغمتي، انا كنت مع موسى مناجاه ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي، انا الواحد الفرد الكبير بذاته، انا الواصف الموصوف شيخ الطريقه. ده قال انا الله شيخ الطريقه الصوفيه. الكتاب ده حقهم عنده 3 طبعات، دي الطبعه بتاع اخر واحده 2015 ولا 2014 ما اعرف انت، دي الطبعه الاخيره والكتاب يطبع ولا بيحذفوا منه ولا كلمه واحده، ولا كلمه واحده ما بيحذفوها كلهم. ومحمد المنتصر الازيرك الصوفي بيجيبوا لك في التلفزيون قناه النيل الازرق محشور جوا مع النسوان ليلك، بيسوي شنو انا ما اعرف انت، زي صاحبي بتاع الدلوك البجايده والله جد والله تلقاه قاعد محمد المنتصر الازيرك قاعد مع النسوان ده القلعه تغني بمش فهمت، تمشي تجي بعديها رشخور تمش، يجي بعديها فرفور يفرفر يمش، يجي بعديها ود اللمين ده بغني من سند ما عارف لك من الانجليز بتخيل ايه قاعد انت 4 سنين يا زول، دي 400 سنه الله يهديك والله بيمش. بعدين يجي محمد المنتصر في فهمت صوفي واخير الجبال ديلك، وانت عارف الكلام ده والله انا بكلمك، مش الفنانين ديل اللي بيغنوا الغنى ده حرام حرام عديل كده، لا في القران لا في السنه، زول قال الغنى حلال ما في، الله عز وجل حرم الغناء، لكن بعد الدين بتاع الصوفيه ده اسهل منه الغنى، الدين بتاع الصوفيه اسهل منه الغنى، لانه الله عز وجل قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويروى انه احد الفنانين واحد كان فنان انت تاب بقى صوفي والله جد، فنان كان بيغني تاب بقى صوفي انت، قعد مع الصوفيه الصوفيه فتره طبعا اوه سخنا خلاص جيبوا الفته، فتمتهم حمتني النوم الفته مشط حمتنا النطه، الفنان فتر ذاته والله جد فنان، قال والله كنت تائبا ولا ادري انت، كان فنان بغني زايد اوه عينت ليك شفت ليك، جل الجماعه ديل شبكوا ليك اوه حي غيوم حي غيوم حي غيوم، فتر ليك الفنان ذاته، فنان ما بيقدر بيلعب مع الجماعه ديل يا دول، ديل عطاله كبار بمستوى عالي انت كلامي. اديك انا زياده من كتب الصوفيه ده كتاب ظهير الرياض تاليف عبد المحمود ابن الشيخ نور الدايم، عشان اوريك انه ما في صوفي نافع، ده كان طريقه قادريه دي طريقه سمانيه، بعد شويه بنجيك لبقيه الطرق. وفي كتاب هنا اسمه طبقات الشعراني انت، لو في واحد زعلان قال لنا ما تتكلموا في الصوفيه تجي انا بديك الكتاب ده تقرا لي سطر واحد، عندي سطر معين كده خط تحته خط، تجي تقرا لي السطر ده وقدام الطلبه دي انت، والله تاني ما تجي الجامعه ديل قالين ادب يا زول انت. افتح صفحه 134 ده قال جاو ملك الموت، ملك الموت جل الزول ابوك الشيخ قال له يا زول اتخارج، ده ما زمن ده جاي داريك بتروح المريد، ابوك الشيخ قال له اتخارج 134. طيب قال في بيان الفصل السابع تقال لنا حجي فيك نحن، ده الدين بتاع الصوفيه بيجي كوز بجاي وحولاي صوفيه ادخلوا الاسلام الله يسيل عينك انت، ده اسلام ده اسلام يا كوز يا صوفي ده اسلام ده دين انت. قال في بيان ما اكرمه الله به من فسحة أجل من حضرت لقبض روحه ملائكة القبض عليهم السلام وشبه ذلك. طيب قال حدثني الفاضل الصالح الشيخ الحسين ابن الفقيه إبراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الأغبش أغبش، طيب الأغبش الأغبش قال شنو؟ قال مرضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك، ده قال مرض قرب يموت صوفي. طيب قال طيب
قال إلى أن يئس الناس، إلى أن يئس كل الناس من حياتي، فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي. الملائكة دارين يقبضوا روح الصوفي الدرويش. شوف قال لهم شنو؟ طب تقول لي بتاعين بانجو، والله ده بانجو ذاته هنا ما بيلعب. انت ده المساطيل بشنو؟ انا ذاتي ما عارف ده بيشربوا شنو نازل. انت قال فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي. قال فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب البشير. الملائكة دارين يقبضوا روحه. قال شاف الشيخ أحمد الطيب البشير. الشيخ عمل شنو؟ تعال اسمع. قال وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ مش قلت لكم ما تقبضوا روحه؟ والله هذا شنو عديل؟ تقول لي صوفية وإسلام، ما في علاقة بين الصوفية والإسلام يا أخونا. أنت قال ألم أقول أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ فرجعوا عند ذلك. قال طوالي رجعوا، خلوا طوالي. أنت يا زول ده كلام الآن أبو جهل قال كلام زي ده، الله يسألك أبو جهل في القرآن الكريم قال كلام زي ده ما قال. فرعون ما قال الكلام بتاع الجماعة ديل. الملائكة دارين يقبضوا روح المريد. أبوك الشيخ يقول لهم يلا 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 خارج اتابع علينا. انت ولسه قال ونظير هذه الحكاية زيها تاني ما ذكره سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني، كتابه قاعد عفين خالص. انت قال في ترجمة سيدي الشيخ محمد الشربيني. انت قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت، عنده ولد دار يموت، طيب عمل شنو؟ قال حضر إسرائيل لقبض روحه. انت طيب وإسرائيل لما ملك الموت ما اسمه إسرائيل، الله سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن قال يا ملك الموت دار يقبض روح ولده أحمد. طيب قال فقال له الشيخ، الشيخ قال لملك الموت قال له ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ. قال له تقبض روحه هاي؟ قال له ارجع لي الله طوالي، ارجع ارجع بالله. تقبض روحه شنو؟ ارجع قل له الموضوع ده انتهى مرة واحدة، انتهينا منه، ده الدين بتاع الصوفية، ما مصدق هذا الكتاب اقراه. انت واصبر لي جايك لأولاد ميكي برضو، اصبر ننتهي من ديل أول حاجة، ديل ننتهي منهم بعد ذاك بيجيك لهم إن شاء الله عز وجل. انت واحد قاعد واحدين صلاة ما صلوا، صلاة ما صلى، قاعد بس لاصق جنب البيت تقول بي صباح عمير. لا بيتو انت النازل بيقولوا شنو؟ كذا انا دار اعرف العطاله والشباب القاعدين يسمى خالطين بيقولوا شنو نازل بالضبط كده؟ بيقولوا شنو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اها بقصه لا قصه ما بتنتهي. انا قلت لك قاعدين من الساعه 2 لحد الساعه 4 لا ظهر لا عصر، انت قاعدين يتونسوا. انت يا اخي احنا متزوجين ما بنتكلم كلامك ده، تجي خش البيت السلام عليكم. عليكم السلام. الليلة الجو كويس هاي تاني في شنو؟ في شنو تاني؟ بس يقعد هاي لا طبعا انا بحبك كويس وانا كذلك. امتى وانت وانا من حقنا نفرح نطير، امتى زي الفراش في مكان بعيد تلقانا صاقعة تخمنا خلي تخمكم لا انت الجوك لا انا. امتى ديل قاعد يسوي شنو؟ انا دار اعرف شباب عطالة امتى الله يهديهم قاعدين الان وديل اغلبيتهم، وانا بحذر الشباب. امتى بحذر الشباب او اخشك بيت في الان الشيوعيين وغيرهم والعلمانيين بيشركوا بالبنات زي الصوفيه، الصوفيه بيشركوا لك بالقران والفتة، يقول لك نحن عندنا فتة وعندنا ذكر وحوليه. الشيوعيين بيشركوا لك بالبنات، ما عارفين الامه دي مرضانه. واحد جاي من هناك يقول لك والله الجامعه دي فيها كيكس، اسكت ساكت، بتلقى لك شيوعي ولا شيوعيه فهمت؟ بتغشك بتغشك بتعزمك برجر وانت هناك شغال بالمهيوبه وكسره وعصيده. انت جيت الجامعه بتعزمك بعد بكره بتركب فيك مكنه بتاع الشيوعيين، بكره تجي تقول لنا انا اعتقد حقيقه على مستوى هذه الجامعه انه والله ما في، وده غشته مره الباطل ده غشته مره. انت واغلبيه الناس الان الغشوم الشيوعيين غشوم بين نسوان، وانت راجل راجل تغشك مرة وتتبع عليك مرة آخر الزمن إمتى؟ فإنت أحذر وإنت خالد طلعت من ذاتك. الجامعة دي كلها 4 سنوات ولو أدوك تاني 5 سنوات ودبلوم 3 سنوات، 3 سنوات دي قرضهم كمارك يا أخي إمتى؟ إلا تخلط يعني؟ إلا تخلط؟ ما في طريقة يعني تقعد سايد كده تخش الجامعة المقاعة من المحاضرة وتطلع طوالي تمش إلا تقعد لك مع بيت، وزي ما إنت قاعد لك مع واحدة بجاي بالمناسبة في واحد شفت إمتى؟ في واحد بغادي قاعد مع اختك، والله صحيح
انت غير الشغاله دي بجاي بس انت مش قاعد بهيني بتتونس مع بنت الناس اختك في واحد بهناك بيكون قاعد معاه ما كما تدين وتدان لو بترضى الكلام ده حسبه في مخك لو بترضى بعد داخل السايد انت كلامي وانا ما ضار اطير على الناس من وراي متحدثون اقدم اخونا الاستاذ محي الدين وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.